ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتنجى. وكن راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. وكن صابر وشاكر وكن فائز وظافر ومن أهل السرائر. رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر. دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بين أمراض سقيمة. ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان فكر. ألا يا الله من العين الرحيمة تداوي كل ما بين أمراض سقيمة. تفكر في فناها ألا يا الله وفي كثرة عناها ألا يا الله وفي قلة غناها. ثم طوبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر. ألا يا الله من العين الرحيمة تداوي كل ما في من أمراض سقيمة. ولكن حسبي الله ألا يا الله من الله وكل الأمر لله. سوى الله بها ساداتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون. منازل خير سادة كل الناس قادة. ألا يا الله بنظرة محبتهم سعادة. ألا يا الله بنظرة ورؤيتهم عبادة. ألا يا الله بنظرة. ألا يا بخت من زارهم بالصدق واندر إليهم معتني كل مطلوبه تيسر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة يعني بعض اخواني قال كيف تقولوا منازل خير ساده لكل الناس قاده محبتهم سعاده ورؤيتهم عباده؟ كيف عباده لله سبحانه وتعالى؟ لان هؤلاء الذين ذكرهم الحبيب هذه القصيده لسيدنا الامام خطب الارشاد وعلم الدعوه في الى الله في زمانه الحبيب عبد الله بن علوي الحداد قد رحمه الله وقدس الله روحه ونور ضريحه. فهذه القصيده يذكر فيها السلف الصالح من مشايخه الكبار العظماء العلماء العارفين بالله رضي الله تعالى عنهم. يقول فيها منازل خير سادة لكل الناس قادة محبتهم سعادة وقال بعضهم ورؤيتهم عبادة يعني عبادة لله. وقد جاء في الحديث إن في عباد الله من إذا رؤوا ذكر الله. وهكذا فمحبتكم عبادة
أنها يعني عبادة لله سبحانه وتعالى. إذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى. والحمد لله في مجلسنا هذا الذي أحييتموه لنا ببركتكم وبفضلكم وبحضوركم وبتشريفكم ذكرنا الله سبحانه وتعالى وصلينا على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأثنينا عليه بما تيسر من المدائح والقصائد والأناشيد، وكل هذا فيه خير كبير وفضل عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة مدحه صلى الله عليه وسلم وببركة الثناء عليه صلى الله عليه وسلم وبأن يرزقنا القرب وأن يرزقنا الحب وأن يجعلنا من خلص المقربين وخلص المحبين يا رب العالمين، وأن يعمر المجالس وأن يجعلها محفوظة وبعين الله معمورة مرعية، يجعلها محفوظة برعاية الله ومحفوظة بعناية الله، وأن يجعلها إن شاء الله فيها الخير والبركة، وأن يحفظ الأبناء ويجعلهم من يفتح عليهم فتوح العارفين، والطلاب يجعلهم إن شاء الله من الفائزين الفالحين الناجحين، يجعلهم قرة عين لسيد الكونين وينفع بهم العباد وينفع بهم البلاد، ويجعلنا وإياهم جميعا إن شاء الله قرة عين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أن الله يجعلنا وإياهم قرة عين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله يجعلنا وإياهم إن شاء الله امتدادا لآثار السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين يا رب العالمين. لسر أسرار الفاتحة. فاتحة. Thank you.